ترقيب إضافي؟ تفضلوا. سير حكومة عباس فاسي قررت، ولكن اللي خلصت هي الحكومة بن كيران 13 مليار ديال الدرهم، بالرغم من أنه إلا سمحت. لا السادة النواب كيفاش؟ لا، لأنه كاين الشعب المغربي كينتظر يسمع الأسئلة وكينتظر يسمع الأجوبة. صحيح، هذا هو. تفضلوا سيدة رئيسة. نعود؟ لا ما غاديش تعاود، غير تفضل كمل سيدنا. تفضل. كما كنقولوا نص كلمة كينوضح. لا تفضل سيدنا. الحاجة الثانية، السيد الرئيس كيعقب عليا، قلنا ملي غتجيبوا 9 مليار ديال الدرهم، وعلاش هذا الحل ما كانش من النهار الأول والحكومة كتحاور نفسها؟ ملي غتجيبوا 9 مليار ديال الدرهم، وحتى إذا غتنجحوا راه بفضل الإصلاحات اللي دارتها الحكومتين ديال 10 سنين. وسولوا رؤوسكم شكون اللي كان شاد الماليه؟ شكون اللي كان كيعرقل الاصلاحات المتعلقه بالدعم المباشر؟ شكون اللي كان كيدير الشرط لتشكيل الحكومه؟ وشكون اليوم بيجرى تقلم ولا لقيتوا القانون الاطار؟ شكرا سيد محترم.